تعرف في مرة بطرس الرسول كان عند الهيكل في أورشليم، وكان في شحاد بينتظر صدقة. قال له بطرس: ليس لي فضة، ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي، يعني يسوع المسيح، ولكن الذي لي فإياه أعطيك باسم يسوع المسيح الناصري، قم وامشي. فقام هذا المريض في الحال وشفي طبعا من مرضه. فعندما يكون المسيح من نصيبك يكون إلى كل شيء. المسيح الذي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والرازحين تحت الأثقال والأحمال فأنا أريحكم.